كما قلنا مساكن وداروا مجهودات ديالهم باش مشاو جابوا هاد الميكا هاد البلاستيك وراه مساكن تما انا راه معذبين صراحه ان شاء الله القافله ان شاء الله راه ما غاديش تحبس القافله ان شاء الله تسمع ما وان شاء الله راه تنساق مع السي يوسف راه ان شاء الله القافله راه اخرى غادي نسيفطوها ان شاء الله غادي يجي جي سي يوسف والاخوان ان شاء الله نشوفوا الدواوير اللي مضروره الدواوير اللي باقي ما وصلتش ان شاء الله الله يقدرنا الله يقدر انتم الله يعطيكم الخير والله باش داك الحس الانساني الله يعطيكم الخير وتنشكر الجميع اللي عندنا الله يعطيك الخير كي جات شوف الشباب المغربي دار واحد المبادره زوينه بدون اطار جمعوي بلا اطار سياسي يعني داكشي انساني محض السي رضا نسقوا مع السياف ديال ذهبان وجابوا الاخوان كاملين ديال برشيد وجاو كاملين طوعوا معنا تقريبا غيكونوا وفروا اكثر من 150 قصه من داك الحوايج حتى التغذيه وداكشي وافر الاخوان جاو الله يجازيهم بخير غادي يمشيو يشوفوا داكشي بعينهم ويديروا معاينه غيصوروا المناطق ماشي الاشخاص ان شاء الله باش الناس يتاكدوا ان داكشي وصل حيت هادشي راه واحد الامانه خاصها توصل للناس ديالها دابا راه كاين الطريق بيناكم دابا نمشيو حيت غنتعطلوا حيت عندكم ساعتين ديال الطريق يلا يلا الشباب جينا متطوعين مغاربة أحرام مغاربة تحية للناس اللي جيران 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 تحية للناس ا